السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب سكندري 2 أهلا بيكم، وحشتوني جدا يا شباب. أتمنى يا رب جميعا تكونوا كلكم بخير إن شاء الله، كل سنة وانتم طيبين. العام الدراسي خلاص انتهى بالنسبة لنا، لكن النهاردة أنا بوجه رسالة مهمة جدا لطلبة سكندري 2. النهاردة الرسالة اللي عايز أقولها لكم النهاردة، طبعا احنا كان عندنا منهج المفروض إن احنا ننهيه في شهر مي، صح كده؟ ده لما كنا خلاص في سكندري 2. خلاص كلنا دلوقتي بقينا خلاص بري سكندري 3. علشان كده ان شاء الله طالع النهارده اوجه لكم رساله مهمه جدا لكل طلبه تانية ثانوي اللي كانوا معايا طبعا على القناه، واللي بيسمعوني كمان لاول مره. طبعا كلنا عارفين يا اولاد ان المنهج بتاعنا زي ما اخدنا طبعا الفتره اللي فاتت، كان عندنا طبعا في الجبرا، عندنا في كالكولس، عندنا في التريجنومتري، بلس طبعا الابلايد ماثيماتكس لطلبه العلمي. الكلام اللي بواجهه النهارده بواجهه لطلبه سكندري 2 اللي هم ان شاء الله ناويين يكملوا باذن الله علم رياضه، اللي هم ناويين ياخدوا باذن الله ماث 2. اللي احنا اخدناه في سكندري 1 او يعني كملناه في سكندري 2 ده بنقول عليه ماث 1 يا ولاد، اللي هو الالجبرا والجزء الخاص بالكالكولس والجزء الخاص بالتريجنومتري. انا قلت قبل كده في اول حلقه في الترم الثاني دوت، اللي هو لما كنا بنشتغل ريت اوف تشينج، قلت لكم يا شباب ان احنا عندنا يعني في تايتلز مهمة جدا وتوبكس مهمة جدا عندنا السنة دي في تانية ثانوي، هي في منتهى الأهمية بالنسبة لمنهج تالتة ثانوي. أنا مش عايزك السنة الجاية لا قدر الله تبدأ السنة وأنت مهزوز، أو في موضوعات المفروض كنت تدرسها وللأسف أنت ما أخدتهاش، فمش واقف على أرض صلبة بالنسبة لك، فيبقى عندك مشكلة. لا، يبقى عندك مشكلتين. الأولى إن الحاجات دي أنت ما درستهاش أصلا، دي نمبر 1. الحاجة التانية إنك لازم تدرسها الأول وبعدين تبدأ تشتغل إن شاء الله في منهج تالتة ثانوي. هو الهدف من القناة عندي هنا زي ما انا قلت قبل كده في اول حلقة عملتها تقريبا من 5 شهور بالنسبة للقناة عندي هنا، هي القناة بالنسبة لي ان انا بحاول بقدر المستطاع اوفر يعني الطرق السهلة والطرق المباشرة اللي تخليك تفهم مادة الماثيماتيكس بطريقة ممتعة جدا وطريقة شيقة جدا، ويا رب اكون قدرت فعلا ان انا اعمل ده الفترة اللي فاتت. بلس كمان ان مفيش ناس طبعا كتير جدا موجودة على اليوتيوب شغالين سكندري 2 سكندري 3. سكندري 2 الحمد لله بفضل الله احنا تقريبا شرحنا المنهج كله، اللي هو منهج ابريل ومنهج مارش. بالنسبه لمنهج مي، انا قلت يا اولاد في اول حلقه عندنا في منهج الكالكولس، منهج الترم الثاني بالذات احنا محتاجين شابتر 2 كله في الالجبرا، محتاجين كمان شابتر 2 في الكالكولس اللي هو اخر يعني تايتل بالنسبه لنا في الكالكولس، والجزء الخاص بالتريجنومتري اللي هو ليسن 1 وليسن 2. ده اللي هيكمل ان شاء الله باذن الله معانا علم رياضه كمان كام شهر. فانا طالع النهارده عشان اقول لكم ايه اللي احنا ما قلناهوش، واقدم لكم مقترح، ومنتظر كلكم كل اللي يشوف الفيديو يا ريت يعمل لايك، ويا ريت كمان يا اولاد يكتب تعليق مهم جدا باللي انا هقوله بالمقترح اللي هقوله دلوقتي. انا عايز الفيديو يوصل لمعظم طلبه الثانيه ثانوي اللي موجودين في ثانيه ثانوي السنه دي. بالنسبه للماث طبعا زي ما قلت لكم احنا بدانا بالالجبرا، خلصنا شابتر 1. شابتر 1 انا مش محتاج منه حاجه في ثالثه ثانوي غير جزء صغير جدا، يعني ايه اريثماتيك سيكونس، يعني ايه جيومتريك سيكونس، لو ايه وبي وسي عاملين اي اس، لو ايه وبي وسي عاملين جي اس نتصرف ازاي. حتى لو انت نسيتها سهله جدا ان احنا نفتكرها، لكن الجزء اللي انا هقوله دلوقتي الخاص بالالجبرا ده اللي احنا ما قلناهوش خالص لسه. منهج الالجبرا يا ولاد فاضل لنا عندنا فيه حاجه اسمها الكاونتنج برنسبل، عندنا كمان حاجه اسمها البرميتيشن، وعندنا كمان موضوع ثالث اللي هو الكومباينيشن. هم دول الثلاث موضوعات المهمين جدا اللي احنا هنبدا بيهم ان شاء الله الالجبرا في اول حلقه من حلقات الالجبرا ان شاء الله في ثالثه ثانوي. يبقى الكاونتنج برنسبل، عندنا البرميتيشن، وعندنا كمان الكومباينيشن. ده شابتر 1 السنه اللي جايه ان شاء الله في ثالثه ثانوي. طب احنا هناخده في ثانيه ثانوي ليه لما هو موجود في ثالثه ثانوي؟ اللي موجود عندنا السنه دي في ثالثه في ثانيه ثانوي هي بس عباره عن يعني ديفينيشنز مش اكتر، ونفهم يعني ايه كلمه برميتيشن، يعني ايه كومباينيشنز، نتعلم بحيث ان احنا لما نخش السنه الجايه تبدا بدايه قويه جدا باذن الله في الالجبرا. خلي بالك الالجبرا كلها اصلا 3 يونتس، لما يبقى انت معاك يونت من الثلاثه وانت داخل ثالثه ثانوي اظن كده الموضوع بالنسبه لنا يبقى قوي جدا جدا في البدايه، وده اللي احنا محتاجينه. البدايه ان شاء الله لما بتبقى قويه جدا في ثالثه ثانوي ان شاء الله انت بتستريح بعد كده باذن الله طول السنه. يبقى احنا عندنا في الكاونتنج برنسبل، عندنا في البرميتيشن، عندنا في الكومباينيشن، ده اللي كان فاضل في منهج ثانيه ثانوي اللي المفروض طبعا كنا نكمله في مي. ده اول برانش بالنسبه لنا اللي هو الالجبرا.
عندنا برانش تاني مهم جدا اللي هو ايه؟ الكالكلس. انا قلت لكم ان كل حلقات الكالكلس لازم لازم الحلقات طبعا اللي موجوده، انا عامل لك لينك في موجود في كل الحلقات اللي برفعها في الديسكريبشن بتاع الحلقه. اللينك ده فيه كل الحلقات اللي احنا قلناها الجبرا والكالكلس وتريجنومتري. انا محتاجك تسمع الكالكلس بدايه من نص شهر 6، اسمعهم تاني انت مش هتخسر حاجه. الحلقات كده كده موجوده على القناه، عشان كده كنت بقول لكم اعملوا لايك، يبقى عندك في المكتبه بتاعتك على التليفون بتاعك او الموبايل بتاعك تقدر تسمع الحلقات دي في اي وقت بدل ما تقعد تدور عليها. عامه لو في اي مشكله في اي حلقه انت ابعت لي تعليق على اي حلقه من الموجودين وانا هبعت لك اللينك ان شاء الله باذن الله فورا. بلس كمان ان انا هبعت كل اللينكات دي ان شاء الله على جروب التليجرام اللي موجود اللي احنا عملناه في بدايه الترم الثاني. ايه اللي موجود عندنا في الكالكلس؟ احنا خلصنا الكالكلس اللي موجود في ثانيه ثانوي كله، لكن فاضل جزء مهم جدا اللي هو الانتجريشن يا ولاد. الانتجريشن ده من الموضوعات القويه قوي اللي لازم تدرسها في ثانيه ثانوي وتطلع بيها ان شاء الله معاك في ثالثه ثانوي. الانتجريشن ده بمنتهى البساطه احنا عندنا حاجه، طبعا دايما عندنا الحاجه والاوبوزيت ليها، زي ما عندنا ديفرنشيشن الاوبوزيت ليه اللي هو الانتجريشن اللي انا يعني دايما بسميه اللي هو الريسايكل، نفس فكره الريسايكل كده بالظبط. يبقى احنا كده فاضل لنا هو بس ليسون واحد اللي هو الانتجريشن، هو ليسون طويل شويه لكن هو مهم جدا بالنسبه لنا. احنا في الالجبرا عندنا ثلاث موضوعات، عندنا الكاونتنج برنسبل، عندنا البرميوتيشن، عندنا الكومباينيشن، لكن بالنسبه للديفرنشيشن او الكالكولس عندنا هو تايتل واحد بس اللي هو الانتجريشن، وده باذن الله نقدر نخلصه في وقت قصير جدا جدا، بس هو مهم جدا بعد كده في ثالثه ثانوي. مش الانتجريشن بس، لا، من اول ما خدنا ديريفاتيف، يعني مش مشكله ريت اوف تشينج والرولز اوف ديفرنشيشن، من اول ما خدنا الديريفاتيف نفسه يا اولاد لحد ما ننهي الانتجريشن، ده مهم جدا في الكالكلس. لو طلعت الكالكلس ان شاء الله في ثالثه ثانوي فاهم الكالكلس اللي خدناه في ثانيه كويس قوي، هتبقى بدايه اقوى واقوى واقوى من اي طالب تاني زي اللي كان موجود السنه دي في سنه ثالثه ثانوي، لان هم للاسف بيعانوا كتير جدا السنه دي، لان للاسف يعني ما درسوش الجزء ده السنه اللي فاتت في الترم الثاني. لكن الحمد لله بفضل الله القناه موجوده، هنشرح ان شاء الله كل الكلام ده باذن الله على القناه يا ولاد. طبعا الانتجريشن اللي هو السيمبل الجميل ده، ده كده اسمه انتجريشن اف اوف اكس دي اكس، موجود عندك على الكالكوليتر، هنفهمه بالراحه الكونسبت اصلا بتاع الانتجريشن يعني ايه، بنشتغل بيه ايه، ايه اللايف ابلكيشنز بتاعته، وهو مهم جدا. كمان عندنا فاضل اللي هو يعني اللاست برانش بالنسبه لنا اللي هو الانتريجنومتري. احنا خدنا في التريجنومتري اللي هو الانجل اوف اليفيشن والانجل اوف ديبريشن، ده احنا مش محتاجينه ثاني خلاص، مش عايزينه خلاص. لكن خدنا الصم والديفرنس بتوين تو ايدنتيتيز اللي هو ساين 65 ولا ساين 45 او ساين 15 او تان مش عارف 75، ازاي نجيب الحاجات دي ويزاوت يوزنج كالكوليتر، لان احنا محتاجين الحاجات دي السنه الجايه من غير الكالكوليتر. في ليسون تاني مهم جدا مع التريجنومتري يا اولاد لازم ناخده، او تو ليسونز. الليسون الاولاني حاجه اسمها التريجنومتريك فانكشنز اوف دبل انجل. احنا خدنا بس اللي هو ساين اي بلس بي كوساين اي بلس بي تان اي بلس بي، لا عندنا بقى حاجه اسمها الدبل انجل، يعني ساين 2a ساين a بلس 2b ساين او تان مثلا 2a بلس b او كوساين 2a بلس 2b، نشتغلها ازاي؟ في رولز مهمه جدا لازم نطلع السنه الجايه خلاص، احنا ما عادش عندنا ضغط السنه دي. ان كنا في الاول بنشتغل علشان لازم نخلص في تايت يعني في تايم معين، ولازم كمان نمتحن في تايم معين، ولازم نحل اكسرسايزز كتيره ونحل بقى امتحانات كتير، لا خلاص احنا خلاص تحررنا من الوقت. فاحنا هنشتغل بمنظور الطلبه اللي هي بتستمتع واحنا بندرس، يعني ما عدتش هنزل لك فيديوهات طويله تاني خلاص، ما فيش حاجه اسمها فيديو بقى ساعه ولا ساعه الا ربع، لا احنا هننزل ماكسيمم بالكتير قوي هم 15 دقيقه، حتى عشان انت ما تتضايقش وتبقى وانت كمان برضو ما تتضايقيش، يبقى انت الفيديو بالنسبه لك حاجه سهله تتفرج عليه من الاول للاخر. لكن لما انزل لك فيديو مثلا 30 دقيقه ولا 45 دقيقه ملوش اي لازمه، هتعمل بيه ايه؟ هيبقى الفيديو طويل جدا على الفاضي، لا يبقى ده للاستهلاك مش اكتر، لا انا عايزك تبقى طالع فاهم يعني ايه تريك فانكشنز اوف دبل انجل، فاهم يعني ايه هيرونز فورمولا. دي فورمولا مهمه جدا لازم ناخدها واحنا طالعين السنه الجايه، ما هو ما ينفعش السنه الجايه اقول لك ايه اصل احنا يا ولاد السنه اللي فاتت خدنا هيرونز فورمولا، تعالى كده في الدرافت نعملها على جنب. هي مين دي اصلا يا مستر؟ كانت بتقول ايه؟ عندنا وقت كبير قوي، عندنا شهر 5 كله، 6 كله، 7 كله. 3 شهور نقدر نجهز نفسنا كويس قوي زي اي فريق في الدوري. اول ما بيخلص الموسم بتاعه بيعمل فتره استعداد جميله قوي، مش لازم كلها تبقى مضغوطه في 10 ايام، لا يعني انا مش عايزك تقول استنى 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 لحد قبل شهر 8 او في 8 مصر ابقى اسمع الكلام ده، لا وليه؟ من اول دلوقتي اسمع الحلقات بالراحه. انا عايز اقول حاجه مهمه جدا كده، انا كلامي خلص بالنسبه للمنهج بتاعنا.
الالجبرا عندنا فيه 3 تايتلز او 3 توبكس، اللي هو الكاونتنج برنسبل، عندنا كمان فيه البرميتيشن، عندنا الكومبينيشن. بالنسبه للكالكولس عندنا الانتجريشن بس، الترجنومتري عندنا التريك فانكشنز اوف دبل انجل، وعندنا كمان هيرونز فورمولا كده. انا بالنسبه لي ده هو المنهج اللي كان فاضل عندنا في شهر مايو. المقترح اللي انا هقوله لكم دلوقتي بقى، اولا الفيديوهات اللي هتنزل كلها ان شاء الله الفتره الجايه، لو انتوا وافقتوا على ده، انا كاني بعمل فوت دلوقتي على القناه، عايز الناس كلها تشارك، عايز التعليقات كلها تكون موجوده. حتى لو انت مش عايز او عندك تعليق سلبي او عندك نقد فيه اكتبه لي برده، هينفعني وهينفع زمايلك كلهم. خلاص، يبقى انا عايزك دلوقتي تكتب لي في التعليق بعد اول ما الفيديو ان شاء الله ينزل، اسمع الفيديو كويس اول الاخر وقول لي يا مستر لا احنا ماشي، يعني عايزين فيديو 10 دقايق، عايزين 15 دقيقه، عايزين ربع ساعه، تلت ساعه، يبقى انا محتاج منك انك تقول لي مده الفيديو اللي انت عايزها قد ايه. انا بقترح ان الفيديو ما يزيدش عن 15 دقيقه بس اللي انتوا عايزينه، وانا هعمله هنا على القناه لان القناه دي اصلا بتاعتكم انتوا مش بتاعتي انا. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا هبدا احط كل، طبعا مش هينفع اشرح الدرس كله في ربع ساعه، هنقول مثلا وليكن التريك فانكشنز اوف دبل انجل، هنحط الرولز في حلقه ونفهم الرولز دي بتعمل ايه، وبعدين نطبق عليها في حلقتين ثلاثه. يعني بدل ما الحلقه هتبقى هنشرح فيها جزء على بعضه، لا هقسم الدرس. يعني مثلا هقول انتجريشن النهارده عندنا كام فكره في الانتجريشن، مثلا 6 افكار، يبقى انزل 6 حلقات على الانتجريشن، تبقى الحلقه 10 دقايق ربع ساعه، منها انت ما زهقتش ومنها كمان يبقى انت فهمت الجزء بتاعك كويس جدا جدا. كلامي يا جماعه الحلقه دي مهمه جدا، الرساله اللي انا بوجهها دلوقتي بوجهها لطلبه الثانيه ثانوي كلهم، لازم تسمع منهج الكالكولس كله قبل شهر 8 اللي موجود عندي على القناه. الجزء الجديد اللي هشرحه ان شاء الله انا عايز رايك في الحاجتين دول، انا هشرح الحلقه مش عايزها اكتر من 15 دقيقه، قول لي رايك، وقول لي رايك كمان في الافكار اللي انا قلتها. انا هشرح فكره واحده بس في الفيديو كفايه قوي، وبعدين ممكن ننزل كل يومين فيديو او ننزل كل 3 ايام فيديو. عايز بقى اشوف مقترحاتكم الجميله ان شاء الله باذن الله، في انتظار تعليقاتكم كلكم. كلامي كده دلوقتي خلص بالنسبه للرساله اللي انا كنت عايز اوجهها لكم النهارده. انا قلت الوقت ده مهم جدا بحيث ان احنا نستغل الوقت الفتره اللي جايه كلها، بدل ما نركن وننسى كل اللي احنا قلناه. وصدقوني يا اولاد بعد الفتره الطويله دي، الاجازه الطويله دي، هتيجي تفتكر الكلام ده كله ان شاء الله في شهر 8 ولا في اول 9، هتلاقي نفسك نسيت كل حاجه، هتلاقي في ناس سبقتك وانت لسه واقف مكانك. طب ليه؟ انا بقدم لك كل الكلام ده موجود على القناه هنا فري، مش طالب منكم حاجه ابدا غير الدعاء فقط لا غير. كمان عايزك تبقى طالع من عندي من القناه هنا متاسس كويس جدا جدا جدا، صدقوني في افكار كتير جدا انا شرحتها على القناه هنا في الكالكولس وفي الالجبرا وفي التريجنومتري هتحتاجها باذن الله لما تخش كليه هندسه. انا اسف جدا جدا للاطاله، يعني كنت اتمنى بس الرساله تبقى توصل للناس كلها، ودلوقتي في الفتره دي بالذات علشان ما نلحقش ان احنا ننام او نركن الفتره اللي جايه كلها. ان شاء الله باذن الله تمنياتي القلبيه ليكم جميعا كلكم بالتوفيق، وان شاء الله يا رب كلنا هندسه. ان شاء الله مش هسيبكم كلكم باذن الله لما تخشوا كلكم هندسه، ونفرح مع بعض ان شاء الله بالجراديويشن باذن الله في شهر 8 اللي جاي، لا اللي بعديه باذن الله تعالى. يا رب بدعي لكم كلكم واحنا صايمين كلكم باذن الله ان شاء الله هندسه. اسالكم الدعاء، منتظر تعليقاتكم. يا ريت تعرف زمايلك بقى طريق القناه، عايز الناس كلها تشترك، عايز القناه تكبر بيكم. القناه دي لما هتكبر هتكبر بيكم انتم وليكم انتم، واللي انتم عايزينه ان شاء الله هنعمله باذن الله على القناه. اشترك طبعا لو بتسمعني لاول مره في القناه، يا ريت تعمل طبعا سبسكرايب، ويا ريت تعمل لايك لاي فيديو ينزل علشان يوصل لاكبر عدد من زمايلك. انا منتظر تعليقاتكم بعد الفيديو مباشره، وحشتوني جدا 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 جدا. اجازه سعيده يا رب علينا كلنا، اتمنى لكم دايما التوفيق في حياتكم العمليه كلها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.